تلقت وحدة الحماية المدنية لدار عزبة صبيحة اليوم على الساعة 6:30 نداء من الوحدة الرئيسية، مفاده وجود حريق على مستوى شقة في العمارة رقم 7 بحي ألف مسكن دار عزبة. مباشرة بعد تلقينا النداء تنقلوا الإسعافات تاعنا لعين المكان، قاموا بعملية إخماد الحريق. هذا الحريق خلف خسائر مادية وخسائر بشرية. خسائر مادية تمثلت في احتراق ألسنة اللهب أتت على كامل أتات المنزل. أما فيما يخص الخسائر البشرية، سجلنا إصابة الأفراد العائلة بحروق متفاوت الخطورة، نقلوا قبل وصول الإسعافات إلى مستشفى محمد مدان عزبة.